وحول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا في استوديو مركز الأخبار سعادة السيد عبد النبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب. مساء الخير سعادة النائب. مساء الخير، أهلا بك. ما الذي أثمر عن ميثاق العمل الوطني منذ تدشينه في عام 2001، وكيف انعكس ذلك على مسيرة العمل البرلماني في مملكة البحرين؟ أعتقد أن الميثاق ومسيرة ميثاق يعني أعطت دفعة قوية جدا لمسيرة العمل الديمقراطي في البلد. مسيرة العمل البرلماني بالفعل استؤنفت يعني بطريقة فاعلة منذ 2001، وابتداء من 2002 دشنا البرلمان بصيغتيه مجلس النواب ومجلس الشورى، واتخذت خطوات حتى الآن منذ ذلك الوقت حتى هذه اللحظة خطوات بالفعل جادة باتجاه تطوير المسيرة الديمقراطية في البلد. أعتقد أن تفهم السلطة السياسية في البحرين والقيادة السياسية تحديدا لأهمية ودور العمل البرلماني ودور التشارك في العمل السياسي أعطى زخم كبير لأن تتطور العمل الديمقراطي خلال هذه السنوات. أعتقد مسيرتنا في نهاية المطاف يعني تعتبر مسيرة ناشئة، لكنها بالفعل تطورت تطور ملموس. أعتقد ساهم في ذلك الرغبة الأكيدة عند القيادة السياسية وعند أيضا الشارع البحريني بمختلف شرائحه لوجود نهضة ديمقراطية ومسيرة ديمقراطية متطورة ومتدرجة تأخذ في الاعتبار كل الحسابات الإقليمية والمحلية والدولية، وفي نفس الوقت تستمد قوتها من التصاق هذه التجربة بمصالح الشعب. نعم سعادة النائب، كما أشرت في حديثك عن اتساع دائرة المشاركة السياسية للمواطنين من خلال مشاركتهم في الانتخابات النيابية والانتخابات البلدية من بعد المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، هل لك أن تحدثنا عن هذه التجربة؟ أعتقد أن أولا التصويت على ميثاق العمل الوطني أعطى هذا الزخم الكبير يعني خاصة في الانتخابات الأولية في 2002، وهذا كان على مستوى البلدي والمستوى النيابي، وفي نفس الوقت استمرت العملية يعني الديمقراطية في تطورها اللاحق في السنوات القادمة وفي الفصول التشريعية الخمسة التي انتهت حتى الآن أو لا زال الخامس حاليا مستمر. وأعتقد أن في الفصل الأخير والانتخابات الأخيرة كان هناك بالفعل زخم من المشاركة في غالبية الدوائر الانتخابية، وهذا يدلل على أن الشعب البحريني بالفعل يثق أن هناك في حاجة لرفض هذه التجربة بمزيد من الدعم والمساندة الشعبية، وهذا أيضا يلقي بمسؤوليته على عاتق المواطنين أو على عاتق النواب أنفسهم في أن يأخذوا مسيرة العمل الديمقراطي بحالة من الجدية والمسؤولية تجاه تطوير التجربة في حد ذاتها، وفي نفس الوقت إعطاء أيضا صبغة من التعاون الذي يعني يتطلع عليه الشارع البحريني لمزيد من الإنجازات على مستوى العمل الديمقراطية. نعم بكل تأكيد سعادة السيد عبد النبي سلمان، ميثاق العمل الوطني أتاح الفرصة الشاملة مملكة البحرين لدخول هذه التجربة الديمقراطية الرائدة. سعادة النائب عبد النبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب، كنت معنا ضيفا كريما في نشرة الأخبار. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. يعطيكم العافية.